عملية إطلاق رصاص من شاب أو صبي أو فتى عمره 18 سنة على مدرسة مجموعة من الأطفال أودى بحياة قتل يعني 18 طفل واثنين فوق السن. يعني حوالي 20 قتيل قبل أن تطلق الشرطة الرصاص على الشاب فيصبح عدد القتلى 21 قتيل بريء. القصة فتحت جدل سياسي ودجل مجتمعي داخل الولايات المتحدة الأمريكية خليه بس قبل ما أخش في التفاصيل أقول لحضراتكم مجموعة إحصاءات وأرقام بتخض بتكلم على أمريكا بتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية بتكلم على أغنى دولة في العالم وبتكلم على أقوى دولة في العالم وبتكلم على الدولة اللي بتمثل وبتزعم وبتدعي وبتصدر صورتها على انها بلاد الحريه المطلقه والديمقراطيه كما ينبغي ان تكون. بلد فيها ديمقراطيه بتسير على قدمين وحريه بتسير على قدمين ويحدث فيها عمليه اعتداء وحشي من شاب على مجموعه اطفال يقتلوا 20 من 10 ايام تقريبا 10 ايام برضو عمليه اطلاق رصاص على مدرسه ايضا وتم قتل عشرة أطفال أو تلاميذ أبرياء يعني خلال عشر أيام مات حوالي 30 طفل 30 طفل برصاص موتورين مش عايز أقول مأجورين موتورين ناس موتورة خلينا أقول تاني هذه القصة بتدفعنا إلى تتبع الأرقام المخيفة عن حالات وعدد هذه الحالات اللي بيتم فيها اطلاق الرصاص بشكل عشوائي على اطفال في المدارس ابرياء. في عام 2019 شفت التدرج وزياده الاعداد شكل مخيف. 2019 417 حادثه اطلاق رصاص 417 حاله اطلاق رصاص في سنه واحده 19. سنه 20 ارتفع العدد من 417 ل 611 حادثه اطلاق رصاص. 2021 ال 611 زادوا بقوا كام؟ 693 حادثه اطلاق رصاص جماعي. اطلاق رصاص واحد بيجيب المسدس او المسدس الرشاش بيقوم بشكل عشوائي بقتل ابرياء خصوصا اطفال المدارس. ايه العلاقه؟ ايه القصه؟ محدش عارف. لكن في ربوع الولايات المتحده سواء في نيويورك ولا في تكساس ولا فين مالهاش مكان محدد ما فيش خريطه ديموغرافيه لحوادث اطلاق الرصاص بشكل عشوائي على اطفال المدارس لكن كل ما استطيع ان اقوله انه الولايات المتحده الامريكيه شهدت السنه اللي فاتت 19350 جريمه قتل بسلاح ناري يعني اقول عشان ما نتلخبطش 19000 19300 جريمه قتل بسلاح ناري خلال عام 2021 اتقتل 1179 طفل و2019 991 السنه دي بقى اللي هو 2022 27 حادثه اطلاق نار بس في المدارس بس في المدارس يعني لما يكون النهارده احنا في شهر 6 27 عمليه قتل لتلاميذ في المدارس الأمريكية في حاجة مش مظبوطة إحنا في مجتمعاتنا بنواجه إرهاب عملية إرهاب حصلت في سينا عملية إرهاب حصلت مش عارف في الصومال عملية إرهاب فين تلاقي الصحف الأمريكية تطلع تشتغل والواشنطن بوست ونيويورك تايمز والفاينانشال تايمز والصحف البريطانية والأوروبية يشتغل إنه إيه الحق ده في هناك كذا والخوف والسياحة أنا بس بقول لحضراتكم إن أمريكا النهاردة أو امبارح حادثة راح فيها عشرين طفل في المدارس واحد موتور مجنون عادي يعني قال لك ده عنده تنمر قال لك مصاب بالتنمر ضرب بالرصاص طير عمر كام واحد عشرين من عشر ايام كمان عشرة السنة دي جمعوا سبعة وعشرين محاولة مش محاولة سبعة وعشرين حالة اطلاق رصاص على مدارس الارقام تخض وتخوف لما يكون عندي تسعتاشر الف وخمسين جريمة قتل بالسلاح ناري حاجة تخض لما يكون عندي في الفين واحد وعشرين ستمية حادثة السنة دي سبعة وعشرين لغاية دلوقتي طيب الكلام اللي انا بقوله إيه, الـ إيه, الـ ايه اللي انا عايز اقوله يعني الرئيس الامريكي قال انه انا زهقت انا تعبت يعني قال انا خلاص قال انا هذا الـ 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 الهطل الهبل هذه الجرائم لا تحدث الا في امريكا فقط مين اللي قال؟ بايدن قال الكلام ده ما بيحصلش غير في امريكا وانا تعبت وزهقت وقرفت الراجل خلاص قال انا زهقت 27 حاله السنه دي بس 27 مش حاله وفاه حاله هجوم على مدرسه مات فيها قد عشرات ومئات تخيل دولة فيها هذا الثراء وفيها هذه الحرية وفيها هذه الديمقراطية وفيها هذا الكم من الجرائم فين في حتة واحدة بس اللي أنا مهتم بيها دلوقتي المدارس. ظاهرة الهجوم الجماعي على طلاب المدارس وقتلهم في المدارس الأمريكية. رغم إن ناس غناي أغنية وناس عندهم ديمقراطية وناس عندهم حرية وناس وناس وناس. أنا بسأل وبقول أنا النموذج الأمريكي في الديمقراطية والحرية ما يعجبنيش. أهو واحد بقى يطلع يجيب بقى كوميكس ويتريق ويقول لك إيه إلحق الراجل اللي في بلد اسمها مصر قاعد في برنامج اسمه مش عارف إيه بيقول إن النموذج الأمريكي في الحرية والديمقراطية ما يعجبنيش، أه ما يعجبنيش. النموذج الديمقراطي أو نموذج الحريات اللي بيفرز هذا العمل الإجرامي اللي بيستهدف أطفال في مدارس بهذا الحجم الذي يسمى في النهايه ظاهره اعتقد ان في خلل في المنظومه الديمقراطيه خلل في المنظومه آآ آآ الخاصه بالنظام السياسي تقول لي يا عم انت بتقول اي كلام بقول لك لا ما بقولش اي كلام ليه؟ لانه الحزبين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي الحزب الديمقراطي بيقول احنا عايزين نقيد منح السلاح للمواطنين وترخيصه حتى للاطفال لانه يعني في امريكا القانون بيسمح اي حد يمسك سلاح بيسمح لها، قال لك ده نوع من الحريه طالما عقلاء يبقى معاهم سلاح ده القانون الحزب الجمهوري بيقول لا دي حريه وده ما ينفعش نوقف السلاح في خلاف بين الحزبين الاثنين ومش عارفين يوصلوا الحل الديمقراطيه الامريكيه شلت الحركه في اتخاذ قرار وشلت الاجراءات في اتخاذ قرار لحمايه الناس. هي دي الديمقراطيه. انتوا مش, مش في ناس عايزه ديمقراطيه بشكل أقول مج... لك الديمقراطيه الناس اللي عمالين بيحلموا علاء الاسواني ومش عارف مين والمجموعه اللي موجودين في امريكا هناك وعمرو واكد ومش عارف مين خالد ابو النجا، المجموعه دي يعني اللي بيتكلموا على النموذج الديمقراطي في امريكا. وانا بقول لهم ادي آه نتيجه النموذج الديمقراطي في امريكا. خلاف بين الحزبين الجمهور الديمقراطي. حزب فيهم بيقول انه الحريه الشخصيه بتحتم ان احنا نحترم حيازه الاسلحه. حريه، انسان عاقل معاه حريته انه ياخد سلاح براحته. حزب الاخر بيقول لا المفروض نقيد هذه الحريه علشان نحمي المجتمع. مش عارفين يوصلوا لقول فصل فين؟ في مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الكونجرس لأنه الديمقراطية أفرزت نظام هجين محدش عارف ياخد قرار النتيجة إيه؟ إن المجتمع الأمريكي النهارده كل أولياء الأمور في عموم الدولة الأمريكية كل الأمهات في عموم الولايات الأمريكية في حالة رعب شديد وخوف على مين؟ على أولادهم وبناتهم اللي في المدارس، ليه؟ لأن ممكن واحد شارب من الحاجات اللي هي المخدرات والحاجات دي يحصل له خلل عقلي هفوة يحصل له حاجة معاه مسدس ماشي بيه قدام الشرطة عادي، حدش يقدر يجرمه يروح يطلق النار على مدرسة يموت 10 20 30 40 واحد دون أي ذنب جنوه ولا ي. إلا أنه الواحد مخه واسع طب مين اللي يحمي المجتمع المفروض النظام السياسي النظام السياسي فشل في حسم الامر ليه لانه قواعد الحكم والديمقراطيه بتقول هذا الكلام انا لما اتكلم بجيب الموضوع تاني بقول كل نظام سياسي كل دوله بيناسبها نظام سياسي لا يشترط انه يناسب دوله اخرى كل دوله لها نظام في الحريات يناسبها ولا يناسب دولة أخرى. بقول كل إنسان له بصماته. أنا ما يصلح لي في الملابس في, المق... في من حيث المقاس والشكل قد لا يصلح لغيري. كل واحد فينا له ما يناسبه. ما أردت أن أقوله في هذه الرواية ولذلك بدأت بها إنه إحنا أمام حدث كل وسائل الإعلام قالتها. كل التلفزيونات والراديوهات والمحطات والمواقع وكله اتكلم انه اطلاق نار على مدرسه اودت بحياه 18 واثنين كبار والراجل الشرطه اطلقوا عليه موتوه فيه في 20 21 ده ده الخبر والراجل بايدن رئيس امريكا زعلان جدا حزين جدا قال انا وانه دي مش امريكا وما بيحصلش غير في امريكا وانه الوضع يعكس حاله شلل في امريكا احنا مشلولين مش قادرين نعمل حاجه يبقى ادي الحادثه وادي رد فعل الرئيس الامريكي اعلى سلطه في امريكا ده الخبر ايه الكلام بقى اللي ما اتقالش هو ليه حصل طب هو حصل قبل كده كتير طب حصل فين طب مين اللي عمل كده طب ليه بيعملوا كده كله بيحلل طب ارجعوا بقى للموضوع انه الحزب الحاكم عايز يوقف حريه تملك السلاح والحزب المعارض بيعترض عنده اغلبيه في مجلس الشيوخ او مجلس النواب ومن ثم مصلحه المواطن مصلحه التلاميذ مصلحه الاطفال حياه الاطفال هدوء وامان مفقود في المجتمع الامريكي من جراء هذا ادي نتاج نموذج من نماذج الديمقراطيه والنماذج الحريه المطلقه في شعوب شعوب متقدمه اه على راسي من فوق متحضره على راسي من فوق غنية قوية على راسي من فوق لكن ربما النظام بتاعها ما يناسبنيش هم في امريكا نفسهم والكلام ده اللي انا بقوله واحد يقول لك ايه؟ شايف الراجل عمال يعيب في النظام الامريكي ده تخيلوا شوفوا النكته الاخيره شوفوا سخريه القدر فلان الفلاني من الدوله الفلانيه مش عاجبه نظام الديمقراطي الامريكي مش عاجبه نظام الحكم في امريكا بينتقد اه بنتقد وانا بنتقد هو هو احنا مش بنفكر انا بقول لك اهو بقول لك ادي حادثه اتكرر كم مره اهو قدام حضراتكم ارقام راجعوها معلنه سنه واحد 21 بس 693 حادثه اطلاق نار بشكل جماعي تخيل 693 حادثه في 693 مكان في 693 مجموع الضحايا في 693 مجموعة أخبار وتحليلات ده في سنة واحدة بس السنة دي سبعة 27 إطلاق رصاص عشوائي جماعي على مدارس سبعة 27 حادثة أنا أنا بقول على يقين وحضراتكم شايفين لو هذه الحوادث لا قدر الله في بلادنا شوف الدنيا كانت تقول إيه شوف تخيل معايا المنشطات تخيل معايا الصحافه الاجنبيه تقول ايه؟ تخيل احنا نقول ايه؟ لكن انا بقول لك الحادثه اللي حصلت النهارده كانت كاشفه لكل الحوادث اللي حصلت خلال ثلاث سنين. مئات وعشرات والاف الحوادث بالاف الضحايا الابرياء بالمناسبه. السبب انه المجتمع الامريكي والنخبه السياسيه الحاكمه مش قادره تفصل وتاخد قرار. في مجتمعات ديمقراطية عريقة بتقر انه اللي عايز يشرب مخدرات يشرب مخدرات. يروح في اماكن مخصصة لبيع المخدرات بشكل مقنن على البطاقة. موجود في اماكن كتير جدا. شفناها في دول بره كتير جدا. المقنن من المخدرات. بيشتروها. مين اللي قال النظام السياسي والحرية والديمقراطية وتصويت البرلمان انه احنا موافقين موافقين خلاص. ماشي. المخدرات باسم الحريه والقتل باسم الحريه وكل الموبقات بترتكب بترتكب باسم الحريه والديمقراطيه. شيء غريب جدا. شيء غريب جدا ان احنا الخبر يفوت كده يعني يمر مرور الكرام وقد قام الرئيس الامريكي بايدن ب تعزيه اسر الضحايا واعلن حزنه الشديد وقال ان احنا امريكا يا عم وانا مالي بالخبر ده ما انتوا كله عارفه احنا بنتكلم بنقول ما وراء القصه ايه وراء القصه في خلل في نظام الحكم في خلل في النظام الديمقراطي في خلل في مخرجات الديمقراطيه انا طبعا مش عايز اعمل حد يقول لك ايه شفت بيروح بيلف بيلف بعيد بياخد الملف على واسع عايز يقول ان احنا نظام احسن من امريكا انا ما كده على ما كده أنا ما قلتش هذا الكلام أنا بقول باختصار ما ما أردت قوله بقوله ما بستخباش ولا بختفي وراء عبارات ومفردات أنا بقول مباشرة ما أردت قوله إنه ما يصلح في أمريكا لا يصلح عندي ما يصلح عندي لا يصلح في أمريكا كل دولة لها ما يناسبها من أنظمة ديمقراطية أو من أنظمة حكم مش عايز أقول ديمقراطية أو غيره أو من حقوق إنسان ومبادئ حرية حقوق إنسان وغيره اللي بيصلوا عندي وفقا لثقافتي وفقا لاخلاقي وفقا للعيب والحرام وفقا لكذا الحاجات الكتير اللي عندنا بقول انه ما يصلح عندي لا يصلح قد لا يصلح في امريكا والعكس حتى داخل امريكا دي مثالب دي ماخذ دي اخطاء دي عيوب دي خطايا النظام الموجود هناك هو احنا مش خلال الفترات اللي فاتت كنا بنشوف جورج فلويد اتقتل ازاي؟ انتم فاكرين بس مشكلتنا ان احنا بننسى ومشكلتنا كمان ان احنا بنقصوا على انفسنا بنتلذذ بجلد الذات هذه المجتمعات وخاصه مجتمعنا مجتمعنا بيتلذذ بجلد الذات ومحاوله اهاله التراب على كل تجربه انسانيه ناجحه هنا ليه لانه بنفقد الثقه دايما في انفسنا دايما الخواجه سره باتع دايما المستورد سره باتع دايما اللي يعوج لسانه كلامه يبقى مصدق لكن لما يطلع كلام من وسطنا شبهنا بلغتنا ما بسمعوش كتير ما باهتمش بكثير ليه لانه كلام شبه كلامي افكار حلوه لكنه انا عايز واحد معوج لسانه وعينه زرقاء يطلع من بره يتكلم وانا اقول له سمعا وطاعه امين. لا احنا بصدد تغيير بعض المفاهيم وتغيير بعض الثقافات او كل الثقافات احنا بصدد اعاده النظر في العقل المصري مش عايز اقول العقل العربي لان هناك ما يميز العقل المصري عن غيره كل منطقه لها ما يميزها انا بقول احنا عايزين عمليه احلال وتجديد للعقل المصري العقل المصري في النظر لذاته لنفسه ثقته بنفسه مش عايز احول المساله لمساله وعظيه وبقول كلام لكن انا بقول انه الصوره اللي الوارده الينا من الولايات المتحده الامريكيه مخيفه على النظام الديمقراطي والانظمه الديمقراطيه وبقول تاني ننتبه وكل واحد يفكر ويعيد الثقه في نفسه من جديد ده كان تعليقا على الحادث الماساوي وتعزيتي لاسر الضحايا والامهات وقلبي يعني انفطر على هؤلاء الاطفال والفتيات الذين راحوا ضحيه اعمال اجراميه غير مبرر مش مبرر اللي قتلهم ده له ارهابي اسلامي ولا ارهابي مسيحي اللي قتلهم واحد فقد عقله مش متربي عايش في ظل رغد من العيش مع سلاح شرب حاجه راح مخه قتل العيال اهو شيء غريب شيء غريب الولد يقال ان هو كان بيعاني من تنمر حاله تنمر غريبه عليه فانتقم من المجتمع في الاخر تجد هل هو ضحيه ولا جاني ولا مجني عليه ولا هو في الاخر ده كله انظر من بعيد افرازات مجتمع بيضار بشكل مادي بلا اخلاق مادي بوضوح الكلام اللي, اللي, انا بقوله مش كلامي انا بجرح لا سمح الله في المجتمع الامريكي الرئيس الامريكي نفسه قال حان الوقت لتحويل الالم الى تحرك وقال متى حبا بالله يعني اتقوا ربنا خافوا ربنا بيقول هو الراجل متى حبا بالله سنقف بوجه له بالأسلحة أنا مشمئز وتعب قال أنا تعبت خلاص من حوادث إطلاق النار المتكررة في الأوساط المدرسية وحاصرت هذه المأساة الأخيرة حياة حياة أطفال في العاشرة تقريباً بيقول إنه الرئيس باراك أوباما بقى بيعلق على الحادثة بيقول إن الولايات المتحدة الأمريكية تبدو مشلولة الولايات المتحدة الأمريكية بدت مشلولة مش عارفة تتصرف واعتبر إن السبب في ذلك ليس الخوف ولكن بسبب لوبي الأسلحة وحزب سياسي اللي هو حزب الجمهوريين لم يظهر اي استعداد للتصرف باي طريقه قد تساعد في منع هذه الماساه طبعا الموضوع صعب جدا المدرسه كان فيها 500 طفل كلهم او معظمهم من اصول اسبانيه وبتبعد هذه المدرسه 135 كيلو غرب مدينه سان انطونيو في ولايه تكساس الامريكيه يعني بيتكلموا بيقولوا انه في المجلس النواب والكونجرس ان افسد علينا حياتنا يجي خمسين نائب اللي مش عايزين ينضموا الى التشريع اللي هيفضي الى تجريم حمل الاسلحه عايزين يقولوا احنا عايزين مين مع اللي معاه سلاح ومين رخصه والشغل والنظام تخيل انت مجتمع في مصر يقول لك يعني لسه احنا من شويه ولا من كام يوم فلان معاه سلاح بدون ترخيص واستخدم السلاح فين يعني منظومه وفي ناس تقول لك يا عم انت بتضيق ومش داق. انا بحافظ على المجتمع انا بحافظ على المجتمع عندك فيديو يا ابراهيم هات لي الفيديو Since we left shoot around 14 were 400 miles from here. And a, and a teacher. And in the last 10 days, we've had elderly black people killed in a supermarket in Buffalo. We've had Asian churchgoers killed in Southern California. And now we have children murdered at school. When are we going to do something? I'm tired. I'm, I'm so tired of getting up here and offering condolences to, to the devastated families that are out there. i'm so tired of the, excuse me, i'm sorry, i'm tired of the moments of silence. enough. there's 50 senators right now who refuse to vote on hr8, which is a background check rule that the house passed a couple of years ago. it's been sitting there for two years. and there's a reason they won't vote on it. to hold on to power. So, I ask you, Mitch McConnell, I ask all of you senators who refuse to do anything about the violence and school shootings and supermarket shootings, I ask you, are you going to put your own desire for power ahead of the lives of our children and our elderly and our churchgoers? Because that's what it looks like. It's what we do every week. So, i'm fed up i've had enough we're going to play the game tonight but i want every person here every person listening to this to think about your own child or grandchild or mother or father or sister or brother how would you feel if this happened to you today we can't get numb to this we can't sit here and just read about it and go well let's have a moment of silence yeah go dubs. <laughs> في ولايه تكساس والراجل بيتكلم كاب وبيتكلم كانسان حقيقي بيقول انا مش عارف اعمل ايه يعني هنكتفي ان احنا نقعد نشيع بعض كل شويه ونقف في احداد والجماعه السياسيين حفاظهم على الكراسي اهم عندهم من الحفاظ على ارواح اولادنا كل واحد يتخيل نفسه هو اب لطفل تعرض لهذا القتل او ام لطفل تعرضت لهذا القتل شعورك هيبقى عامل ازاي ده موجود في المجتمع الامريكي طبعا انا بقول وانا لست بعيدا عن تخيل مشاعر الاباء والامهات في هذا الاطار لكن بقول تاني دعونا نتكاتف جميعا من اجل ان يكون لدينا نظام بيفضي الى حلول وحلول ناجعه وناجمه عن تجرد لو احنا تجردنا هنصل الى حلول تساعد في الحفاظ على ارواح هؤلاء وانا بتكلم بقول انا قلبي مع الشعب الامريكي وقلبي مع الام والاب الامريكي لانه الانسان اللي بيفقد عزيز عليه دي ما تقدرش تفرق المشاعر ان هي مشاعر مصريه ولا امريكيه ولا كلنا في الانسانيه سواء والمشاعر الانسانيه سواء ابوه او امومه واحده لا لا يمكن ان نزايد في هذا لكن تاني بقول